ذاك واليوم لا يتو هنقر بل تفنقيرها وبل قلوها هي زاد حق حق التالي. هذا أنا والناس اللي باشوا هامني لهن عدل مجموعة قاع كاملة غير اليوم لهن عدل من هاللاجام بالكحلة. وهذا سيد أحمد الزين والله بعد اللي وني وخير تدين في لما قارت شلي وما تعت لي تقول وبدا. اليوم يوم 9 نوفمبر 1989 وهذا الوقت عود الخامس والله لك. نازل قاع الله قاوض اثنين غير لأن الله بعدنا بخلو حيلة لنا إن شاء الله. لازم اللي السيد أحمد احنا تجيني عندنا لابد ان يدوين عبدو نطلع عنها عرض قصير. الله يبعد يا هذا اللي تعرفه انت تبارك الله تقدره عطش كبير عندك. نحن حد منا اللي نقعد له يعد شي الله اللي يوضحه. سلاحنا لزين ارجع له يقدمنا اللي هو اللي بعط يقدره كبير عنده وذوق بعط عنده تراث ما تلي ناس كان درا عيالها ما تلي شعر فيه تجيني تلا هلد شوان جانب البيضة والكحلة من هدية هول شوان بسلاحة ما ليك بض حد واحدة منهم ما رفيها كر ورضاق ورسمي مورا البتيت احنا في جنب الكحلة كالرفاق وسمي ولفتي الجوانب كاملة يلاقي واحد جنب البيضة ليه رافي ولا رافي بول كحلة ليه رافي ولا رافي بول قيدية كذلك وجنب الكحلة هاي ام اللي فيها البيض وجنب البيضة فيها الكحاء. كنا احنا وركمون راعينا بعدين جنب الكحلة اذا لنا في كرها كر هو اللي تبدا به تجيني تماس عندنا ندخلوا بنت تماس لك حالي واسع ثاني نقولوا انت ناس جماعة ونقولوا له نقيمش Thank you.
دقط مشات المدة لاغزة فيه وتف. داول نقول حمادي كان سعوش ضمان سلاقة الانفاس. مرت عن ذيك الخلع يسوي اللي ياك من الناس عن الفقاعة والمنفقعة عشان همارتهم وانت ماسك. راني قص معش من الناس يقول لي انت ماسك هذاك بعد ما هو قاعد يتحقق في الواقع واقع الزقا يلا انت ماسك لانه كان ماسك يلا وانت ماسك. الواو ذاك لا واو عطف لانه لو كان اللي ما سولوا عن انت ماسك ما يقولوا له. قالوا الفقاعة خطوة تمور نارة بتاشف بتلها. والمفقاعة خطوة الكور نارة تهون مهذا الداس. أصل انت ما استخول فكر. في تزانقر الناس قالت عنه دار بصل التزان والساس رعيه. ذاك الساس واللي قبل إله يقولوا له خريب جاء والفتح والدخول ما مسيان. الدخول انت ماسه ومدخولات ولا اثنين قلنا عنه يدخل انت ماسه لك حال وقلنا عنه يدخل من قيميش. قيميش هاين قالوا انت ماس الجماعة. الفتح الصكي عنه خاص وتوب عنده الله وكل اشواق ام نادمناك اللي جاوب جوابه زين حتى. الله يقول حمادي كان سعوج برمان سلاك تنفاس مرت عمليك خلع يسوى اللي ياك من الناس عن الفقاع ومن الفقاع شني مرت وانت ماس بيقول كان ما سولوا عن انت ماس ما يقول قالوا الفقاع خطوة تمور ما رفتاش بالتلاء والمفقاع خطوة تكور ما رتهن ما رده. وصل انت ماس تقول فكر. في التزانة غير الناس قالت عنه دهر فاصل التزانة والساس التزانة. ساس لا وإنا إليه راجعون. قالوا نباش إن نقفي واسياك. راني قصنا شني قام يقول لك كرم قفي نبع ذاك نقول مقافي رد عندنك عليه لين الساس سيسحى فيها انت ماس يقد حد قد كان يعدل انت ماس مش راك عندش منك ساس ساحبي انت ماس قافي واس ياك. Thank you.
حصرك دخلنا بدخولات والكحل نص منهم جالسين شوار والكحل. احنا بعد عندنا جيرات هون هنتين عندنا مرميدات هنتين ايوه جيرات هون عندنا جيرة صبيب يا سيد احمد الله لا قداري نعطيك اخبارها مرهية لك رواية قلت يتمنى عندنا الله هي جيرة داعه ونقال لها جيرة معصر مرلي فيها هي كتب ولا شوان لا واحد يقدر يظهرنا عليه الاسامي كامل ينقال له كتب وشهد بيوم لا نعين الرسول وينقال له ملي لانه قير الداع وشهد ب داع السلطان ورع باشا قرات عندنا الله انت يقل لسامي كاهري حق ياسم الناس يقول لك قرت ماصا ويقول لك قرت تيتمال احنا بعد اللي متين عنده اللي متين عندنا قبال قرات لا قرت صبيد اللي نجبوا عليها وقرت دعاها هي كتبوا قلنا عنها وهي اللي نقال لهم اللي قرت ماصا قرت تيتمال عبد الخميل نقال لهم باشا صبيد هذا نقال لي لما قرت وذيك خابطها كوري بسبب يخبطها قال لي انه خالق كوريا زين حتى متعملوا فصلوا هيك تفصيلات اللي عدلوا المباشر كوريا مبيقة وشافوا أولاد عم الهزانين داروا هذي ما بلت لفت عن كوريا هاي قصة قير الصبي قاسو تجيبو كراو جاو لهنا طوك وزنتك من الذهب لتخبط النشي وتخبطوا لها النار يقول له لنه لانك طالب منه يكتر راسه يكفي تبقى لنا المعركة حصل على هذا وجاهم هو وقال لهم انا زاد حصلت على الشيخ بط خبط شي والله قالوا منين اللي خبط قاموا نعطوا قالوا الميعاد عند الناس قاموا هو جاوا الحق الكوريا قالوا الحق من هذا قاعد قعدت لي خبط شو قالوا الكوري هذا انا الشرك هذا قال لهم هاي دور الرزق قرشني هو قال له شو دور قال له هاي دورك
قال والله الا خفتو هناك اللي تدور له لي قالوا له لك ديان حفرة ودرك التطيح فيها. قال والله قد الحفرة قداها منين قداها حاز لي وقال نطفها تقد حلا وقال له يخبط شعرك هذا قلت له يخبط شعره وبعد مين سيكمل الشعر ويصحيها ليش يقوم يقولوا احنا حيزوا يلا يفصلوه مباشا على ذا قام حكمه هو حكم من النهاية وقارب ورا الصفنا قال له شو انا اللي يقول لك انت اللي قلت له نعم يا غير انت ما تريد تخبط شيء قال له قيري عاقب يعني وهي مالي مالي تسمع اقل مخططهم وفشلوا اقل وقت راسهم انه له يعدل هو اللي قال وين قال لها قيرت صبي اصل قيرت لا حيز وموت وهي واسلو باش غسل وقالنا لين قالوا من التقير قالوا الخلف النواس ياك تخالفوا في ليدي بيها قالوا لا قالوا وين قالوا الترك قالوا لكن قالوا اهرب على النهر الفوقاني قالوا لكن قال لها الشيء وصله هي قاع حيزون اللي خاطر كل هذا ما قيرات عندنا وعندنا هم مرمي ذا واحد نقوله مرمي التادرار والثاني نقوله مرمي الحساسنا ومرمي الحساسنا هاي قال للشيخ نقول لباشا مرمي العياط لأن الياسر مطلي قالوا لباشا لأن الحساسنا هاي مرمي التتواسع الشيخ نقول الباشا النعية والكنز اللي مجاوي اشترعوا قال الكنز اللي دخلت له مناطق وقال هو قالت هي امال انه هو نيارته يعود خالي بيداتي تخيم لها الله يواسيها قال الشيخ نقول يفصل بيناتهم قال له هي انها بزغة من فوق قال الكنز انه تقواس هي تواسياك ولا هي يقول له هي النفس غمه وقال لك انزمه تقواس سواسي
قال الشيخ نمر قايع لك انسان ما عاد يقصص الحصي عاد يواسف. شافنا انه لا يصولي قاعد يقول له جيب صارت الكنز قالنا تواس ياك ليش صارت كحلال النرس هاي الحسين شوار جاي تجي انت تسمعها وياك ما حاسس ايوه وين نعرف من ايش مالك صدونهم قايسين انت ما سلاهم بيضوه اصلا يبيعوا بالكرص والله وصل من يا وحد
كرصص انا عند الباشا الاولين كان يتألف الله من التصبيره وذن بانو الردف سابق الشيخ يرحمه قالوا الباشا نتصبار الكرص والله تصبيرت الكرص واحد كامل من صالحي لو كان يواسولا الباشا الاولين القديم لا تصبر وذن بان والردفة والكرس العلي السلام الأمر العلي ما رأيت اللي تيه من إنشاء خاطرنا طالب المشاهد قالوا يبدأوا منا فلا شيء لا يوترز مني ما رأي الكرس أمر يا الله يا طالب المشاهد كان يقول ذاك الأمر العلي لا دور ما رأيت اللي تيه من إنشاء خاطر قالوا الأمر العلي لا دور في يده هذا هو كرس الباشا القديم قبل شغل الباشا قالوا لا ودالوا قرب موسلوا سألوها شيخنا خاصة يرحمه يظلال ننادي قال له يظلال يلا يظل عليه عادي واسلوا شيخنا ولا
مشوار بيضل لا ترد. بيهوني خبطو جابولو قال له أذهنوا من اللعبة أذهنوا من اللي سندوا ما هو الناس اللي بالله وعلى هذا بقيت عندهم لابني عم اللي نصح صح تبارك الله ما قد يحكوا لكم انتم اللي عم قال انتم اللي واقع لكم مارك من تقدير انتكم الفين وهلو زي ما مارك معك ذاك الزمن يا ودي ادخلوا سيد أحمد الزيني يعرف حد منهم ولا يجبر منه كوبي هذا ما يخرص اللي كنا قال قلنا من قبيله المهم انه يجاوب له البيض قال له هذا ما يخلص تياتو عند الهو تياتو قال الاشوار كامل اللي بعد ايه بالتالي ستة عند الهو الله لازمني كان بيهم ياك تلاقي يطبنه وقال الشيخ من الباش يا رحمه يعني له عرواق يجلي عجزوها ندرى الشيخ من كان قد تخبط الشراء رقى الشراء يا عزا يا خطب
يا رما والله اللي دخلت قول اسمه على قال مقلع أعضائي من تجينيت في مدرة تلاقي ودي المدرة كانت واسي هاك واسي الشيخ ناك ودي قال الله لشب شرانا قوم النواسيا يا ريت الشريط اقلع لنا شرانا تلقاو السيني وسع الله يشريت واسيلو يا شيخ نقال مو واسيلو هاك هاك تلاقيت من التايات قلنا انو واسي هاك توكوكي واسياك وقالوا لقاو نوخ خطري ولا مر العلي ودي يقول الربا وكهلاها من التايات وهذا ملي التحراء والله ما تورضى هذا زاد ملي تناعي هنون الله هنون مسكي مقلل هنون سلاي السقرة متفخام الشعراء ساس محاصر جبر ومحاصر وعبور كيف قصير وأخرى بقى بالصار الصيد احترب اللي فيه دافع في المقوم اللي شرع فيه كل ذراع الشام ساد هذا مولي سات تركيس يوغي يوغي تلاقي والتحراء والله هذا مو هم تيات ما يخرص مو ما قاص للشوار القديمين فيه ما يخرص والله تيات سماس كامل
تراد قد فاضله الله يتياد انت ما اسمع في من التيات ما هو انت ما اسمع في تراد يوم ما تحصليك مرقي فيه تحصليك في سيني جامل كحلة تيات جامل كحلة هم اللي في ارك ما اسم التيات خلاه يقير التيات الرسميات اللي في انت لا يقرص هم اللي في التيات الرسميين وعقب ذاك الصعيد تجبر ياسر من الاشواق اللي متفرعين كيف تعدي في التماس ايوه هذا زاد ملي شهرهم قال له ملاص اصلا نحن نحن ليك معناه الباشر قال محمد الباشر انه محمد القاضي منين جا الشيخ نسطاه الإمام اللحم المنيء لا راشد من أهل الحور وسالوا هاك ركبوا سيني في سيني وهو شوارث ما يخرصهم ما يخرصين قالوا في سيني كان ملي من سامي قالوا قاون لولينا لأنه من يالله ردي في أتابع لذاك اللي رادوا كي ما يخرص هاي ردي في التماس ومن يالله تسيني ملي فيه نور دي في التنجوق إلا يعود تالبها يقير بالنظر لأنه هو ما يخرصش اللي هو سيني كان ما بين عشو يبري قالوا قاون هم جوزين شغلوا تركاب سيني في سيني ردي في التنجق غير يسبقها هون التحصري قيه تركيهن التايات متفرعين حالك تردي في التماس هون من اللي التحصري قيه بسين التحصري قيه بسين يا واسيا شاف بطات هلت وطيرات جاي من العياط ولحقوا ذاك معاه يجي اني نركب خطري عاد لا ماكن في موتر قالوا يجي وانت ما لك قالوا انا بيا صوتي طلعت قال ما خطوا لك السنه